يجب أن تجعل همتك من أعظم الهمم. وأنا أقول لكم سؤالا، اسأل نفسك كم يتحمل أهل الدنيا لدنياهم، كم تحملت أنت لطلب العلم؟ أهل الدنيا يريدون الوصول للمناصب والكراسي والمدارات والوزارات والوكالات، كم يتحملون وينصبون ويتعبون؟ أنت ماذا تحملت في طلب العلم؟ عزة الدنيا والآخرة ماذا تحملت؟ بس اسأل نفسك لتعلو همتك. كان أحد المشايخ جالسا فسأل طلابه كل واحد منهم: تريد أن تكون مثل من؟ وكان ابنه جالسا من قريب منه، فقال له ابنه: أريد أن أكون مثلك. فرفسه برجلي، قال: اخسأ، لن تعلو قدرك. تعجب الطلاب لماذا يهين ابنه. فلما انتهى الدرس قال له أحد طلبة العلم: يا شيخنا، إنك اليوم أزريت ابنك. قال: نعم، لأن همته دنية. قال: كيف همته دنية وهو يريد أن يكون مثلك؟ قال: لأني لما كنت في عمره كنت أريد أن أكون كفلان من أئمة الدنيا، وهو يريد أن ولم أبلغ إلا هذا المبلغ، وهو يريد أن يكون مثلي فلن يبلغ شيئا. لذلك تكون همتك، تقول: أريد حفظا كحفظ الحافظ ابن حجر. تريد تقول: أن لي همة أريد أن أعلم الناس كابن تيمية. هكذا ارفع همتك.